السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نحكيو على توثيق سيدرا بنك، كيفاه نفوتو البي تو بي. كيما نشوفو أنا كملت الخطوات والتوثيق تاعي قيد النظر، يعني راهم يشوفوا فيه اسكو يقبلوه ولا لا. كيما نشوفو لهنا مع بعض، طريقة بسيطة، تكوبي هذا اللينك لا قبل السحم يفتحلكش. أنا اخترت المتصفح هذا، أين ذهب؟ هذا فونيكس، هذا المتصفح هو اللي راني فاتح فيه سيدرا شاين. الطريقة بسيطة، ترسل الشخص في الإيميل، تضغط على الرابط هذا هنا يتكوبا معك، ترسله للشخص هذاك والشخص الثاني يرسلك نفس الرابط. في المرة الأولى هو يضغط على الرابط تاعك وانت تضغط على الرابط تاعه، هو يضغط على البي تو بي وانت تضغط على الفلاش هذه، هو يضغط على البي تو بي وانت تضغط على الفلاش. لما تضغط على البي تو بي راح تعطيك باش تحط الايميل تاع الشخص هذاك، حط الايميل تاعه وابدا تفيريفي له الايد تاعه والبطاقه تاعه، ثم يعمل لك فيديو سيلفي في 5 ثواني. كي تكمل تتعكس، يولي هو يضغط على البي تو بي وانت تضغط على الفلاش، يعني تكون معكوسة، يعني مرة هو يضغط على البي تو بي وانت تضغط على الفلاش والعكس هو صحيح. طريقة بسيطة يعني هني درناها الآن، طريقة بسيطة، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.